يعد محور كوبري طما على النيل أحد أهم محاور التنمية الجديدة بمحافظة سوهاج، وافتتح بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر 2018. وساهم المحور في تقليل الزحام والحوادث المرورية، وسهل عملية نقل التجارة والبضائع بين المحافظات المختلفة. محور طما أحد أبرز محاور تنمية الصعيد في مصر، تم تنفيذه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي بتكلفة إجمالية للثلاث مراحل للمشروع تصل إلى 1,550,000,000 جنيه. وتم افتتاحه في سبتمبر من عام 2018، وضم في مرحلته الأولى حارتين مروريتين وخمسة كباري وثمانية أنفاق، وبتكلفة وصلت إلى 550,000,000 جنيه، ويمتد من الطريق الزراعي الغربي إلى الطريق الزراعي الشرقي، كما يساهم في نقل أكثر من 500,000 مواطن يومياً من سوهاج إلى أسيوط والعكس، ويساعد بشكل كبير في تخفيف الزحام المروري والحد من الحوادث على الطرق، ويهدف إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة فرص عمل جديدة، كما سهل عملية نقل التجارة والبضائع بين المحافظات المختلفة. أما المرحلتان الثانية والثالثة من مشروع محور طما فيبدأان من شرق كوبري المنيب إلى الطريق الزراعي الشرقي، ومن غرب السكة الحديد إلى الطريق الصحراوي الغربي. محور طما يعكس اهتمامات الدولة بالمشروعات التنموية في صعيد مصر، ويؤكد ما وعد به الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تنمية الصعيد والاهتمام به، مع تفعيل كافة مشروعات البنية التحتية التي تخدم المجتمع وتساعد بشكل كبير في دفع عجلة التنمية، ويتفق مع رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.